Hey everybody, Christmas season is upon us, so I figured I wanted to get Noor and Elijah some nice, beautiful, customized presents. So I'm here at RC Rub & Shalhoub Perfume Maker to make them each their own customized bottle of perfume or cologne with our very own legendary perfume maker, Rub & Shalhoub. Tawma. أقولكم إذا بقول لأرسي ولع بيكسر الصحن شو؟ هلا يا هلا أرسي ولع سوري روح حبيبي أنتوني شو رضاك؟ الله يعافيك يا برو شو عنا؟ عندي هدايا نوال بدي أعملها لنور ولإلايجا على البودكاست بدي أقدم لهم كل واحد أنينة بارفان كاستمايز لإلهم ومن إيديك يعني ما في غيرك برمي ربك عمل لكم شيء كثير قوي يا مرحبا أخ يا عودين مفتكر علي نور ولإلايجا ها؟ قد ايه مهضومين برو انتوا مش معقول بقول لك شوي عن البرسوناليتي تبعهم إلايجا شوي بحب الدارك هيومر بحب مانياك حلو 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 بس حسيته رايق شوي هو رايق ونايم بس كمان بيجن اوقات يعني هيك ما هو الرايق ما هو الرايق بيفصل هيدي لا نور نور رايقه اكثر نور رايقه نور شو كمان نفس كاركتره اروع نور اروع منه رايقه اكثر ما كثير بتح ما كثير بتعلي صوتها حلو بس مخبى بقلبها في شيء يعني وحشة بس هيدي نور البرفيوم كتير بتشبهك وانت خبريني اوكي يلا نكسر لها اياها بالاخر لنور لا حرام هاي روبن ار سي ولع انا بحب الكاميرا ويلكم تو ار سي حبيبي ويلكم تو ماي وورلد شرف اتس ان اونر تو بي هير قلبي من انا كمان كيف بلشت الباشن تبعولتك المحبه للبرفيومات تتعني البارفان كيف بلشت القصه حلو السؤال ليك خلقت بحبها كيف انت خلقت بتحب الكاميرا بتخلق بتحب شيء معين خلقت بحبها وبلشت بطريقه كثير صعبه ليك انا ما كفيت يعني ما كفيت علمي ما خلصت للاخر كنت حبه لهالدومين بحبه كثير اشتريت شنطه يسبك بعد عندي بالبيت هذه كانت المدرسه لان ما كفيت مدرسه يعني قد كان عمرك كنت تركت المدرسه كان عمري شيء كنت صغير شيء 16 اه كنت صغير كثير اكيد كفيت الشغل حالي بس انا فكره المدرسه كلها ما حبيتها فكره اكيد ما يعني بشجع الكل يكفي علمه بس اشتريت شنطة وصرت انا عبي واللي عم يحضرني بيعرفني من زمان ابرم على العالم ابرم على المحلات تروح لعندك شمي ما كنت حب اعمل ميكسيات كنت حب شم وكفت معي كفت معي ربك جاولي تشوف انه الانسان اذا بيحط بيشغل بيحط براسه شغلة بيكفيها فتحت محل صغير ورجعت فتحت هذا المحل الكبير طلع هذا وما رح اوقف هون قديه مهم ريحة الشخص تكون لإلك ليك البرفيوم ايكوال نظافه ايكوال كاركتر هلا في بالنسبه لناس انه البارفان خي حطينا ريحه حلوه ومشينا لا انا ما هلا عملنا البرفيومز للشباب والصبايا كل كاركتر عملت له برفيوم بتشبهه وانا بشوفهم وبحضركم اصلا كثير بحبكم حبيبي فكل حدا في له كاركتر معين بتعمل له اياه له بتحس بازل برفيوم اتس بازل تركبت في اشياء ما بتلبق لك ما بتقنعني عليك مبهبط عليك مش مزبوطه سو اكيد البرفيوم شيء كثير مهم كثير مهم اوقات بتنعجب ببنت من ريحتها يعني تقطع من حدك بتخليك تبرم لعندها يعني هلا قد البرفيوم هني يعني ريحه الشخص بتقول لك شيء عن هذا الشخص خبرك عنه اذا بدك مثل الاي دي هل قد اللي بيحب المحمى بالبرفيوم زي دي الاي دي تبعه هل قد مهم البرفان هلا إلايجا 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 هعمل له شيء كمان بيشبه كاركتره شيء رايق وسبايسي بنفس الوقت يعني هو رايق بس لما تناكوزو بيخوات صح خبرني هولي كلهم كاستمرز بفوت اعملهم هيدا ميكس عملت له اياه ميكس باتشولي سبايسي حطيت له شويه عود شويه وايت عود هيك سبايسي حلو وهو يخبرني لا 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 اي اخ ليه بتحب تكسي؟ فكولي هاي دخل بحب كسي انا زلمه مش طبيعي كثير عندي مرض اللي هو انه البرفيوم تكون منا منيحه انا ما انا هيك تكون منا ظابطه تكون منا اللي قلت لك تكون اللي مركبه مع احترامي للكل منا مركبه صح يا اخي ما هيدي بارفان
ما هيدي ريحتك، اذا ريحتك ما حلوه انت عم بدي كسر كل برفيوم مانا منيحه، لانه هالقد عندي شغف لهذا الشيء. انت اذا بتحضر حدا عم بيطلع عم بيعمل بودكاست مثلا بتحسه كثير ثقيل. بدك تكسره. صح. ايه؟ اخرتك هلا يا ولي. بنكسرهم هيك. لبنان هلا معصب، وضع البلد خرا، اقتصاد ما في، دولة ما في. قولك تكسير الأنانة خاصة شيء إنه نحن بدنا نكسر شيء تاني عنا بالبلد. ما بدي فوت بقصة شعب، نحن شعب بلا 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 مهضومين وبنحب الحياة ولو شو ما صار معنا تمسحنا ولا أخبار، هني مزبوطين. صح. بس إنه أكيد بريحك، التكسير بريحك. عم فكر اكسر هيدي الكاميرا. اشتريت 4000 دولار؟ ربك خلص مش عارف. كثير ناس بس تحضر تسمع صوت الأزاز بتقول لي ربك ما فشيت لي خلقي ريحتني والله. فأكيد فش الخلق، أكيد فش الخلق. هيدي كسرتها بفيديو لزقناها جارة. حملتني كثير السيارة. لك كيف صار؟ قديمة بس بحبها. اشتريتها قد يعني كانت. شوفها بشرفك. شوف 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 ليك 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 مزيدة مزيدة مزيدة. فا مهضومة كانت عادي، كانت منيحة. طب لفرجيك هون السيارة الجديدة. طب روح، حسيت انه بدي شيء اكبر، بدي شيء ارتب. وكتر خير الله رزقني، يعني الله رزقني الحمد لله يعني. رتبي لا هذيك متكنا غير بعلبة سردين وحياة الله. اكيد في مي، لانه شخصية مثلي ما بتمشي بلا في مي بالسيارة. هيدا علي. علي عملنا فيديو انا وياه. ليك الحظ. علي شاب كثير مهضوم. عملنا نهار انا وياه حلو، نحن اكلنا جبنا العاب، فوتوا احضروا عندي على تيك توك. ليكوا شو مهضوم اخو شليتي، يبرني قلبك شو بحبك انا. تيك توك كلتشر عندنا بلبنان، بتعرف كل الفيديوهات عندنا غريبة بلبنان، التيك توك اللبناني غريب وعروضات وتاع وجرب جيبها اذا فيك تجيبها. شو رأيك باللي عم بيصير بتيك توك بلبنان؟ انت شو البوزيشن تبعك؟ شوف تيك توك هو كونتنت، حيلا اصلا بلاتفورم هي محتوى، يا بتعمل محتوى حلو صح، يا ما بتعمل محتوى حلو صح، ويا ما بتضلك محلك، هيني كثير تفتح فيديو يلا بطاطا بطاطا 550، لا مش هيك. انا بحياتي ما قلت لهم تعالوا لعندي اشتروا، بحياتي، بس انا بثقتي بحالي بشغلي وعملت محتوى وعملت كونتنت وعملت مثل سكادجول لي، اليوم عندي ميكس للناس، اليوم بدنا نعمل جيف اواي، اليوم بدنا نساعد انسان منه قادر يساعد، مش قادر يمكن يشتري مثلا اكس ما بعرف. انا كاركتري عفوي، بس لما تنظم شغلك توصل برو. فكاركتر انا ما بعرف كتر خير الله الناس حبتني، واكيد في ناس ما حبتني، يمكن ما فيك ترضي كل العالم. انا مشكلتي مع اللايفات، ما بعرف اذا عم تشوف، عم تشوف؟ ما بمسحها برو، مش معقول. انا بطلع لايف بس بطلع ما بلعب اول شيء، هو اللي بسموها احكام ما بعرف شو. بتحط باودر على وجهك وبتحط بيضات وسرميه على تمك. شفت سالم عمره 50 سنه عم يعوي، 50 سنه حكمته يعوي عم 50 سنه كرمال 20 دولار. يا خيي في كرامات ولا ملعق؟ ليه انت بلا كرامه؟ انت استفدت شيء من التيك توك؟ يعني الدعايه ساعدت الشغل وكل شيء؟ ليك اكيد اكيد بيقوي لك شغلك، بس كيف بيقوي لك شغلك؟ يعني هو الهدف انه تعرف الناس عليك، اذا انت البرودكت تبعك منه منيح بيجي مره لعندك. صح؟ ما بيعيدها، بلس بتشوف الكومنتس عنده زباله يعني. تنصح غير ناس عندهم بزنسز يبلشوا يفتحوا تيك توك؟ برو مين بيدور تي في بعد؟ مين بيحضر تي في؟ تليفونك بضله بايدك، عم تعمل سترول، عم تشقلب، عم تشقلب، عم تشقلب. اكيد السوشيال ميديا هو التوب 1 هلا، بتوصل البرودكت تبعك بس بدك توصله صح، وفي رد لاين هيك صغير، هذا ما فيك تقطعه. بدك تكون عم تلعب عليه يعني، ما تكون كثير ثقيل وما تكون كثير مهضوم لدرجه انك تصير ثقيل، سو بدك تعرف كيف تشتغل، انا برايي. مين هو ار سي؟ مين ار سي؟ انت مين؟ انا مجنون، انا برفيوم ميكر مجنون. هلا في ناس بخافوا يجوا لعندي، بيقولوا شو بده يجي يكسر لنا الانيه تبعنا؟ هيدا كاركتير اللي عم صوره، بس ماني هالقد مجنون، بس كون مع عالم عم بحكي مع ناس ما دام اجت لعندي عم بحكيها فرنسيه، قلت لي مش معقول هيدا انت؟ وي بيان سور تفضل، حسيت حالي كثير مرتب يعني، عرفت؟ بتحكي فرنساوي؟ لك انه يعني فور اكزامبل عم لك هلا كبيتها انه انا المعلم يعني خلص عم بقول لكم وي تيام بي. احنا هون بلبنان يمكن اخذين فكره عن البرفيوم ميكر غلط، لانه في كثير
نور خربوا أم المصلحة. أيضا الفيديو فايرل. البرفيوم ميكر بتطلع ميلانو على باريس بتفوت بتشوف بيقعد يقعد معك المانجر اللي بسبدلي بيقعد يحكي هو وياك بشوف شو بدك يعني عم بيعمل لك شيء لإلك ففيك انت تعمل برفيوم تكون كونسلتنت لبرادا فور اكزامبل سوري عملت دعايه فور اكزامبل عم بقول برادا حكونا اذا بدكم سبونسرز نحن وحيات امي بالسهال والله بالسهال مش طالع من ار سي انت هو كله هون صح كله هون وهون شو شو كنت تشتري قبل ما انت بلشت تعمل برفيومز انا كل طريقه لبس لها برفيوم معينه يعني مثلا هلا ما في مثلا كون لابس رايح سيرفيتمون وريش شيء من توم فورد مثلا لانه بالنسبه لي توم فورد شغل كثير كلاسيكس بحط اليور سبور من شانيل مثلا هي سبور او حط فواياج نوتيك في اشياء حسب كل شيء له شيء البرفيوم هالقد برو كاركتر هالقد كاركتر عن جد هالقد شيء معمق انا فيه لدرجه اوقات كثير بقرا زياده عن اللزوم بقرا بشوف انه السكن تبعك شو بيلبق للبشره البيضاء البشره الحنطويه اللي اوقات ما بتطلع ريحه على جسمك اللي اوقات بتصير تعمل مثل ريحه مزيحه منها حلوه بعد ساعتين بتعتبر في شيء حدا ثاني بالمهنه بلبنان بتحطه على مستواك او انت انا لك الله يرزق الجميع انت لحالك يعني فوق ات ذا توب والباقي كلهم تحت شوف انا لا 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 انا انسان كثير متواضع والله يرزق الكل وكل انسان خي بيحكي عن حاله مزبوط يعني انا مش انا بقيم حالي هني الله يوفقهم كلهم يا رب بس انا انسان كثير بحب شغلي وكثير بتعب اركض ورا شغلي ما بعرف ما بحب احكي هيك روح لا اكيد ما بحب احكي هيك اخر سؤال فينا نكسر اخربك امري ربك يا نزل ليك روبر اذا بتجري بتبطل تشام شو بيقف شغلك؟ ما بيقف شغلك نقل السلاح اي واحدة نبلش بالصغير بالصغيرة نقله على الاكبر بدنا نكسرها بدنا نقول ار سي ولع وبدها تطير ار سي قلع ضربك ليه؟ ضربك ليه؟ وهلا امسحها مصاري يلا ار سي قلع انتوني هلا ترقينا مرحلة الوحش هيدي ار سي قلع اجوا اوه اوه ايدك طب انزل بس طب ايه والله ار سي قلع واو الجاليري اللي اشتريت منك المكتب برو مالك عازي صور تعال شوف قلب قلب كفريت نو شوف ما بدك نو يلا سكر يلا روح الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله